بهذه الذكرى الغالية على كل المغاربة. يتشرف مدير المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للغرب أصالة عن نفسه ونيابة عن كافة الأطر والأعوان أن يرحب بكم وبالوفد المرافق لكم، ونشكركم على مشاركتكم لنا هذه الاحتفالات المجيدة بعيد العرش لهذه السنة. وسيرا على خطى ونهج أمير المؤمنين أعزه الله وإيداه في كل المجالات، وبالخصوص فيما يتعلق بعطفه الشديد على رعاياه الأوفياء وحرصه على تحفيز المتفوقين والأبطال في جميع الأنشطة والمسابقات الرياضية.